من الذين يصلون عليه فيأخذون أجر الصلاة والسلام من النبي عليه الصلاة والسلام ويتقبلنا عنده يا رحمن يا رحيم ويجعلنا في رفقته ويرضى بنا يا أكرم الأكرمين. اللهم كما رضيت عليه وأحببته بحق حبك له اجعله يرضى عنا واجعلنا في حبه واجعلنا منه إليه وحققنا بالقرب إليه حتى نقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم ورأى نفسنا من نفسه فنقول محمد رسول الله ونحن مأمومين وراء إمامته فنصلي برؤيتنا لصلاته ونكون على شاكلته ونفنى اسمنا في اسمه وأقوالنا في أقواله وتقاريرنا تكون من تقاريره فلا نتحرك ولا نسكن إلا بأمره. فاجعلنا يا ربنا ممن الذين رأوه ولم يفارقوا النظر إليه فرأوه في كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء وغاب عن الشيء برؤيته حتى أوصلهم لمن ليس كمثله شيء. اللهم اجعل مثله في قلوبنا مشكاة ومصباحا وزجاجة وكوكبا ذريا واجعلنا على شاكلته وهيئته واجعلنا على أثره وذرة من نوره وشعرة في جلده حتى نمر برحمته. يا من هو بالمؤمنين رؤوفا رحيما. اللهم ارزقنا الإيمان وزينه في قلوبنا واجعلنا على هيئة المؤمنين يا أرحم الراحمين. عسى أن نرى ونكون طقطقة من حق طه فنكون على أثره. اللهم اجعلنا حبة من رمل وضع ووطأ قدم النبي قدمها وأثرها. عسى أن نكون أهلا لها. عسى أن نكون نحمل رسما لنعله. يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم كما شفعته فينا فارزقنا حقيقة الشفاعة في الدنيا قبل الآخرة حتى تطمئن نفوسنا واجعل حقيقته ونوره سائلا لنا ومجيبا عنا ليلة القبر واجعله لنا براقا على صراط الهدي واجعله لنا كوثرا فنشرب من يده الكريمة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يا رحمن يا رحيم اجعله مرآة لنفوسنا فنرى فيها جمال مولانا ونقول أنت كما أثنيت على نفسك يا ربنا. اللهم اجعلنا على أثره وعلى هديه وعلى سنته واجعلنا من أحبابه. اللهم اجعلنا من الذين أحب لقاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بحق النبي وبحق عبادة النبي وبحق صلاة النبي وبحق سنة النبي وبحق حركات النبي. اجعلنا أهلا من أهل النبي وطهرنا بطهارة آل بيت النبي واجعلنا على أثر النبي بحق النبي ونور النبي. اجعل نوره ينعكس في قلوبنا فنأخذ منه قبس لنا ولأهلنا واصلح به ذريتنا وأنبتهم نباتا حسنا واجعلهم عبادا للرحمن يا مولانا واجعلهم يضبرون ويحاربون ويخالفون ويجاهدون أنفسهم من أجل ألا يغويهم الشيطان يا أكرم الأكرمين يا ربنا. اللهم أنبتهم يا ربنا وطهرهم فأنت ربي وأنت المربي واجعلهم لك يا مولانا لا لغيرك إنك على كل شيء قدير بحول وبألف لا حول ولا قوة إلا بك يا مولانا. طهرنا وطهر ذريتنا أجمعين
وحقق مرادنا في الإقبال عليك يا أكرم الأكرمين، ومتعنا بالنظر إليك يا ذو الجلال والإكرام يا ربنا. اللهم يا ربنا تب علينا حتى نتوب إليك. آمين يا رب. اللهم لك عباد كثر، ولك من تعذب غيرنا، وليس لنا من يعفو عنا ويغفر لنا إلا أنت، فإن لم تغفر ذنوبنا فليس لنا أحدا إلا أنت، فتب علينا وتقبلنا وارحمنا يا من رحمتك وسعت كل شيء. ما نحن بين يديك شيئا، فاجعل رحمتك تسع شيئيتنا يا أكرم الأكرمين، واعف عنا يا ذو الجلال والإكرام بحق من بات لك ليال طوال ساجدا بين يديك، وبحق من صلى صلاة ليس كمثلها صلى يا أكرم الأكرمين، بحق حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام. تب علينا واغفر ذنوبنا وتقبلنا يا أكرم الأكرمين، واعف عنا يا عفو يا كريم، يا من مغفرتك لا يضاهيها عمل كيفما كان، اعف عنا اغفر ذنوبنا بحق حبيبك وبحق من هو أقرب إليك منا، اجعلنا على هديه وتشفع فينا بشفاعته، واغفر لنا أجمعين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، بحق شهرك رمضان، وبحق الصيام، وبحق من صامه مخلصا لوجهك الكريم، اعف عنا أجمعين، واغفر ذنبنا يا رحمن يا رحيم. آمين يا رب. يا أكرم الأكرمين، تقبل من كان سببا في جمعينها، اجمع له خير الدارين، واعف عنه وقبل يا أكرم الأكرمين، وتقبل منه قبولا حسنا. اللهم تقبل هذه الصدقات، وتقبل هذه الهدايا، وتقبل هذه القربات، واجعلها سريان ولطافة من المولى ومن المصطفى عليه الصلاة والسلام يا أكرم الأكرمين. اكتبها لأهلهم فدية للنفس، وفدية للبدن، وفدية للقلب والعقل يا أكرم الأكرمين، وطهرهم أجمعين، وطهرنا معهم يا رحمن يا رحيم. اللهم تجل عليهم باسمك الكريم، فأكرمهم وأكرمنا معهم حتى ننبهر بكرمك وبعطائك، ونقول أنت الكريم يا كريم، يا كريم أكرمنا حتى ننبهر بكرمك، يا عفو يا كريم اعف عنا بعفوك. اللهم تجل علينا بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، واكشف لنا عن ذاتك العلية حتى نتذوق المناجاة في الليالي الباردة والناس نيم يا رحمن يا رحيم، ونسرع على الأقدام ونقبل الأرض يا ذو الجلال والإكرام، ونحن بين يديك ساجدين، فاجعلها قبلة وقبلة منا إليك على الدوام يا أكرم الأكرمين. اللهم ليس لنا ما ننفق إلا الكلام، فهو منك إليك لا منا يا رحمن، فاجعله ذكرا في حقنا ورزقا وبركة لنا ولمن معنا يا ربنا. تب علينا توبة نصوحة، وطهرنا بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وبجاه الصحابة الكرام، وبجاه السلف الصالح أجمعين، اجعل لنا قبسا من قربهم ومن حبهم ومن عبادتهم يا أكرم الأكرمين، واعف عنا وعافينا يا رحمن بحق من تبت عليه يا أكرم الأكرمين، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، لا تفضحنا بين أقراننا ولا لأنفسنا ولا لأهلنا ولا لغيرنا، لا تشمت فينا عدوا يا رحمن يا رحيم.
اللهم نحن الفقراء وأنت الغني، فاغنينا منك إليك يا أكرم الأكرمين، آمين. واغنينا عن السؤال يا ذو الجلال والإكرام يا رب العالمين، آمين. أظهرنا بغنائك يا رحمن يا رحيم. اللهم نحن أهل البعد وأنت القريب، فقربنا إليك يا أكرم الأكرمين، يا من أولا بلا أولية وآخرا بلا آخرية. اجعلنا في حضرتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، اجعلنا أهلا لك لا لغيرك يا رحمن يا رحيم. اللهم اطفي نار شهواتنا واطفي نار بعدنا ونار عصياننا، وقربنا بنورانية نبينا وبحسنات نبينا وبعبادة نبينا. أكرمنا يا أكرم الأكرمين بحق السجدة التي سجدها من أجل الأمة أجمعين، اجعلنا من أمته يا رحمن يا رحيم، اكتبنا من الصالحين والمحبين، اكتبنا من الذين أمرت قلوبهم أجمعين بجاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ويغفر الله عبدا قال آمين 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 آمين، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.